السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة جديد تي في في كل مكان. مرحبا بكم في حلقة جديدة ودرس جديد في حلقتنا اليوم أعزائي الكرام. وفي هذا الدرس المهم والمفيد جدا سوف أعلمك عزيزي المشاهد كيف تتمكن من شحن هاتفك بسرعة. إليك هذا الفيديو عزيزي المشاهد، سأقدم لك 15 نصيحة لكي تتمكن من شحن بطارية هاتفك الذكي بسرعة كبيرة جدا. وقبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، إذا كنت جديد معنا في القناة وتشاهدين أول مرة، المرجو الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس لأنه جد مهم لكي توصل باقي النوتيفيكيشنز، والضغط على الزر لايك لكي تقوم بتحفيزنا ودعمنا لكي نقدم المزيد إن شاء الله. المرجو أن تقوموا بإيصال هذا الفيديو إلى 1000 لايك. تابع الفيديو. اليوم نحن هنا مع بعض أفضل طرق لشحن هاتفك الذكي بنظام الأندرويد بشكل أسرع. اتبع هذا الفيديو كاملا لمعرفة ذلك. الطرق التي سأخبرك بها قوية جدا جدا ولا حاجة إلى تثبيت أي تطبيق تابع لجهة خارجية، تحتاج فقط إلى إجراء بعض التعديلات البسيطة التي تسمح لك بشحن بطارية أندرويد بسرعة. أو مستخدمي أندرويد، نحن هنا مع أفضل الطرق لشحن بطارية أندرويد أسرع. اليوم أكثر من المليارات تستخدم جهاز الأندرويد، والجميع يعرف عن عمر البطارية لجهاز أندرويد الذي ينقص بسرعة كبيرة ويستغرق وقتا طويلا لإعادة الشحن فقط بسبب الكثير من التطبيقات التي تعمل في الخلفية. عادة ما يستغرق شحن أندرويد مدة تصل إلى ساعتين، ولكن يمكن تقليل وقت الشحن ببعض التعديلات البسيطة. لذلك إلقاء نظرة على الطرق التي سوف أذكرها في هذا الفيديو. الطريقة الأولى، استخدام وضع الطائرة أثناء الشحن. في وضع الطائرة يتم إيقاف جميع شبكاتك، ويكون ذلك دائما أفضل وضع لشحن جهاز الأندرويد في ذلك الوقت. سوف ينخفض استهلاك البطارية بشكل كبير، ويمكنك بسهولة شحنه بكفاءة كبيرة. حتى هذا التعديل يمكن أن يقلل من وقت الشحن الخاص بك إلى 40%، لذا يجب أن تجرب ذلك. الطريقة الثانية، إيقاف تشغيل الهاتف الخاص بك إذا كان من الممكن لشحن أسرع. يكون هذا الوضع أكثر فعالية عندما تحتاج إلى بطارية طوارئ مشحونة في وقت قصير جدا. في هذا الوضع يتم استهلاك البطارية إلى الصفر، ويتم تحميله بسرعة مقارنة بنظام تشغيل أندرويد مع الكثير من التطبيقات قيد التشغيل. الطريقة الثالثة، تقوم بإيقاف تشغيل بيانات الجوال كالواي فاي، جي بي اس والبلوتوث. أثناء الشحن يجب عليك إيقاف تشغيل بيانات الهاتف المحمول، واي فاي ونظام تحديد المواقع وتقنية البلوتوث في جهاز الأندرويد الخاص بك، حيث أنها تستهلك الكثير من البطارية وستكون عملية شحن البطارية أطول مع كل هذه الأجهزة. من الأفضل إيقاف تشغيلها والاستمتاع بالشحن السريع. الطريقة الرابعة، استخدام محول شاحن وبيانات كابل أصلي أو أوريجينال USB. فقط المنتجات المصممة خصيصا للأندرويد الخاص بك من التصنيع هي الأفضل، متوافقة مع الأندرويد الخاص بك. من الأفضل استخدام الشاحن الأصلي للشحن السريع لبطارية، لأنه يقوم بشحنها بسرعة وتحتفظ بالبطارية لمدة أطول. الطريقة الخامسة، استخدام وضع توفير البطارية. هذا ليساعدك على شحن البطارية بسرعة، ومع ذلك يمكنك استخدام الدالة يحمل في ثناياه عوامل والتي تأتي كخيار الأسهم لعديد من النماذج. إذا كان لديك أندرويد لوليبوب أو إصدار أحدث، فبإمكانك العثور على خيار توفير شحن البطارية في الإعدادات. قم بتشغيل هذا للحفاظ على الطاقة أثناء إعادة شحن هاتفك. الطريقة السادسة، لا تستخدم هاتفك مطلقا أثناء الشحن. هناك الكثير من الشائعات التي تظهر أن استخدام الهاتف أثناء الشحن يجعل الهواتف الذكية تنفجر، ولكن لم يتم إثباتها بعد. ولكن هناك أمر واحد مؤكد، أن استخدام هاتف الذكي أثناء الشحن سيزيد من وقت الشحن الإجمالي. لذلك نقترح عليك عدم استخدام الهاتف الذكي مطلقا أثناء الشحن. الطريقة السابعة، حاول دائما أن تشحن من خلال مقبس الحائط. حسنا،
يبحث معظمنا عن طرق سهلة لشحن هواتفنا الذكية بشكل أسرع، ومع ذلك هذا ليس هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. نحن دائما نتخطى مقبس الحائط الخاص بنا ونستخدم منفذ USB لشحن الهاتف الذكي الخاص بنا. حسنا، يؤدي استخدام أي منفذ من منافذ USB هذه إلى تجربة شحن أكثر فاعلية، والتي قد تؤدي إلى تلف البطارية على المدى الطويل. مثلا أن تقوم بوصل كابل USB من الكمبيوتر أو من الحاسوب إلى الهاتف، فهذا شيء خاطئ تماما ويقوم بتدمير البطارية. الطريقة الثامنة، تجنب الشحن اللاسلكي. حسنا، نحن لا ننتقد أجهزة الشحن اللاسلكية، ومع ذلك فإنه من الأفضل دائما نقل الطاقة عبر الكيبل عن طريق الاتصال البسيط. وثانيا، تتجلى قوة النفايات على أنها حرارة زائدة. شيء آخر هو أن أجهزة الشحن اللاسلكية توفر تجربة شحن أبطأ بكثير من نظيرتها السلكية، لذلك من الأفضل دائما تجنب الشحن اللاسلكي. الطريقة التاسعة، لن تشحن هاتفك من جهاز الكمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر المحمول. السبب وراء ذلك بسيط للغاية، عندما تقوم بشحن هاتفك من جهاز الكمبيوتر لن يحقق أي فائدة لهاتفك، لأن منافذ USB للكمبيوتر تكون عادة 0.5 ملي أمبير و5 فولت، بما أن USB يوفر نصف التيار فإنه يشحن الهاتف بنصف السرعة. الطريقة العاشرة، تأكد من تمكين وضع الشحن. حسنا، يتيح اندرويد الذكي للمستخدمين تحديد نوع الاتصال الذي يقوم به عند توصيل كابل USB. الخيار مخفي في خيارات المطور، يمكنك الوصول اليه بسهوله. الوصول الى خيار المطور توجه الى اعدادات او تتوجه الى اعدادات حول الهاتف ورقم البنيه. الان اضغط بسرعه على رقم البناء 7 مرات، ويمكن خيار المطور في الخطوه التاليه، وتتوجه الى سيتنجز ديفلوبر اوبشن سيلكت USB كونفيجريشن. تأكد من تحديد الشحن ضمن تهيئة USB. الطريقة 11، شراء شاحن USB محمول أو الباور بانك. حسنا، لن يؤدي شحن جهاز USB محمول إلى شحن هاتفك الذكي بشكل أسرع، ومع ذلك فإن هذا سيحل مشكلة وجود بطارية منخفضة وليس الوقت الكافي لشحنها. تأتي أجهزة الشحن المحمولة هذه بحزمة صغيرة وخفيفة الوزن، ويمكن شراؤها بأقل من $20. لذلك إذا كان لديك شاحن USB محمول معك فلن يكون هناك مشكلة في شحن الجهاز. الطريقة 12، قم بتشغيل وضع توفير الطاقة الفائق. إذا كنت تحمل هاتفا ذكيا من سامسونج، فهناك احتمال كبير بأن هاتفك قد يكون لديه بالفعل وضع توفير طاقة فائق، أو أيضا في الهواوي. ليس فقط أجهزة سامسونج، فإن معظم الأجهزة لديها هذا الوضع. يمكن استخدام وضع توفير الطاقة الفائق على الاندرويد بدلا من تشغيل وضع الطائرة، لذا تساعد هذه الميزة المستخدمين بشكل أساسي على شحن هواتفهم الذكية بشكل أسرع دون إيقاف تشغيل خدمات الشبكة. الطريقة 13، لا تقوم بشحن البطارية أو هاتفك المحمول من 0% إلى 100%. تدعي الدراسة أن إعادة الشحن الكامل سيقل من عمر البطارية، ومع ذلك ربما لاحظت أنه عندما تصل بطارية هاتفك إلى علامة 50% تبدأ في التصريف بسرعة أكبر مقارنة بنسبة 100% إلى 50%. في الواقع هذا يحدث، لذلك تأكد من شحن هاتفك كلما كان على وشك الوصول إلى 50% وإزالة الشاحن. عندما يصل إلى 95% استحصل على عمر بطارية أفضل وشحن سريع أيضا. الطريقة رقم 14، استخدم برنامج أو تطبيق كلين ماستر. برنامج كلين ماستر هو أفضل محسن اندرويد موثوق به في العالم. سبيد بوستر، باتري سيفر، وتطبيق فري أنتي فيروس. برنامج كلين ماستر يساعد على التعجيل وتنظيف أكثر من 600 مليون هاتف، كما يوفر الحماية في الوقت الحقيقي مع محرك مكافحة الفيروسات، ويضمن البيانات الخاصة بك مع وظيفة الأب لوك. تمثل الميزة الرئيسية لاستخدام هذا التطبيق في حصولك على خيار لتثبيت الإضافة المسمى بوست شارج، والتي تساعد بالفعل في تقليل وقت الشحن الإجمالي. علاوة على ذلك، كل ذلك في تطبيق واحد يجب أن تمتلكه لأداء العام. الطريقة 15 أو الأخيرة، البدء في استخدام تطبيق اندرويد للشحن السريع. الشحن السريع هو أداة مثالية والتي يمكن أن تعزز سرعة شحن البطارية بنسبة 20-40%. سيتم تنشيط هذا التطبيق تلقائيا لهاتفك عند توصيل الشاحن، وسيعزز سرعة الشحن. عندما تقوم بتوصيل الشاحن سيقوم الفاست شارجين باكتشافه والحد من استهلاك الطاقة في هاتفك جهازك اللوحي. بعد ذلك لا تسحب البطارية قدرا كبيرا من الطاقة أثناء وقت الشحن.
الشحن، وبالتالي يمكن شحنها بسرعة كبيرة. لقد كان أعزائي الكرام وكانت هذه هي أفضل الطرق لشحن بطارية أندرويد الخاص بك أسرع، مع توجيه كل هذه النصائح التي ناقشت معكم في هذا الفيديو. يمكنك بسهولة شحن جهاز الأندرويد الخاص بك في غضون 30 أو 50% انخفاض وقت الشحن. آمل عزيزي المشاهد أن تكون قد استمتعت أو أعجبت بأعمالنا. شارك هذه النصائح مع الآخرين أيضا ومع الأصدقاء لكي تعم الفائدة، واترك التعليق تحت الفيديو إذا كان لديك أي استفسارات ذات صلة بهذا عزيزي المشاهد، ولا تنسى تحفيزنا وتشجيعنا بالضغط على زر الاشتراك لكي توصل بك حلقاتنا القادمة إن شاء الله، والضغط وتأكيد زر الجرس لكي توصل بك حلقاتنا القادمة إن شاء الله، والضغط على زر لايك إذا أعجبك الفيديو لكي تقوم بتحفيزنا ودعمنا لكي نقدم المزيد بإذن الله. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.